أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه وأسلط الضوء اليوم على الإدانة الأممية لاستهداف مطار عدن وتوجيه الاتهام مباشرة والإدانة للميليشيات الحوثية الإرهابية. استهداف مطار عدن إدانة أممية تؤكد الإرهاب الحوثي. كانت جريمة مروعة وكانت كما شاهدناها وتابعناها خارج دائرة الإنسانية والقيم والأخلاق والدين والعرف وكل شيء نبيل، وكانت الأصابع تتوجه يمينا وشمالا، إلا أن الحكومة الشرعية وكثير من المحللين السياسيين والخبراء وجهوا منذ اللحظة الأولى المسؤولية لجماعة الإرهاب والموت. ذلك الاستهداف الجبان الذي استهدف الحكومة الشرعية فور وصولها إلى مطار عدن وسقط نتيجة لهذا الاستهداف بالصواريخ العديد من الشهداء والجرحى ما زالت تداعياته تتوالى حتى الآن، وآخرها إقرار فريق أممي متخصص درس هذه الجريمة وتابع أدلتها وآثارها وأعلن يوم أمس مسؤولية الميليشيات الحوثية الكاملة على هذه الجريمة. وهنا نبحث ونناقش ماذا تعني هذه الإدانة الدولية لهذه الميليشيات الإرهابية، وكيف يمكن للحكومة أن تستفيد من هذه الإدانة لملاحقة هذه الميليشيات الإرهابية داخليا وخارجيا، وما الذي يمكن أيضا وما مصير هذه الجرائم لدى الذين يتحدثون عن الحلول السياسية المفترضة، كيف يرد الجيش الوطني على هذه الجرائم باللغة التي تفهمها ميليشيات الحوثي، وما واجب الشعب وكذلك الحكومة نحو هذا الجيش. استهداف مطار عدن إدانة أممية وتؤكد الإرهاب الحوثي موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. يسعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام. دكتور محمد، سعد الله أوقاتك بكل خير، نحن سعيدين أنك معنا اليوم، مرحبا بإطلالتك. مرحبا أخي مختار، شكرا لك ولطاقم قناة سهيل وللسادة المشاهدين. مرحبا دكتور محمد، نحن سعيدين بك كثيرا. سنناقش معك هذا الموضوع، أولا سنذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزملاء من ثم نبدأ نقاشنا. قبل أن ينجلي دخان قصف مطار عدن الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، كان ملايين اليمنيين ممن يكتوون بجحيم الحوثيين يتحدثون بشبه يقين أن الميليشيات الإيرانية مسؤولة عن استهداف مطار عدن لحظة وصول الحكومة الشرعية. بعد نصف شهر على الهجوم الإرهابي، خرج وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ليعلن خلال مؤتمر صحفي أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية ميليشيا الحوثي عن الهجوم، مؤكدا في حينها أنه ثبت بالأدلة القطعية أن العمل كان يستهدف القتل المتعمد لكافة طاقم الحكومة والمستقبلين والمدنيين المتواجدين بالمطار. ما كشفته الحكومة الشرعية منتصف يناير الماضي تطابقت معه نتائج تحقيق أممي أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة، وخلص إلى أن الحوثيين مسؤولون عن استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر. وكالة رويترز نقلت أمس عن دبلوماسيين مطلعين أن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات مغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشر التقرير على نطاق واسع. يؤكد التقرير الأممي إذن أن الحوثيين هم من نفذوا الهجوم الإرهابي على مطار مكتظ بالمدنيين. وعلى ضوء التقرير تتكرر تساؤلات كثيرين: هل يستمر التعاطي السلبي من قبل المجتمع الدولي مع ميليشيا يتأكد كل يوم أنها تقتات الأشلاء وتعيش على الدماء؟
تساؤلات يؤكد الواقع أن السلبية تكمن في انتظار اليمنيين إجابتها من قبل الآخرين، فمن رأوا الميليشيا تشرد الملايين ثم تطاردهم بقذائفها لتصب عليهم الموت في مخيمات النازحين وتطلق الصواريخ والطائرات على الأحياء السكنية لتستهدف المدنيين، ومن اكتفوا بغض الطرف أو الحديث على استحياء عن آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها وما تزال ميليشيا الحوثيين يستحيل أن ينقذ اليمنيين ما لم ينقذ اليمنيون أنفسهم بأيديهم. ويد الإنقاذ اليمنية تتمثل في جيش وطني وأحرار آمنوا معه بقداسة القضية وتحرك انتصارا لمعاني المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية، وبأيدي أولئك الأبطال تقتص العدالة من ميليشيا الإجرام وتتم تهيئة الأرض لحقيقة السلام، السلام الذي يدرك اليمنيون أن الوصول إليه من طريق غير طريق الحسم بيد الأبطال محال. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدين الأكارم وبالدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام. دكتور محمد أهلا وسهلا بك، تابعت معنا هذا التقرير وتتذكر بلا شك ونتذكر سويا هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن والحكومة فور وصولها، وما زال دماء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة طريا لم يجف، بما تعلق عليها اليوم بعد مضي شهور عليها؟ أجدد شكري لك أخي مختار وللسادة المشاهدين. لا شك أن ما قامت به ميليشيات الحوثي في 30 ديسمبر الماضي من خلال قصفها بثلاثة صواريخ على مطار عدن أثناء يعني وصول الحكومة كانت جريمة حرب مكتملة الأركان. نحن تحدثنا منذ البداية ومنذ الدقائق الأولى لهذه الجريمة، أكدنا أن المستفيد الأول من عدم عودة الحكومة من عدم وجود استقرار في المناطق المحررة هي جماعة الحوثي، وهي المستفيد الأول، والأصابع الاتهام تشير إليها بدرجة أساسية. بعد ذلك ظهرت اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الجمهورية وأكدت أن المعطيات الأولى تؤكد أن هذه الميليشيات الحوثية هي من تقف وراء هذا الهجوم من خلال استهداف الحكومة والمدنيين المحتجدين في المطار بثلاثة صواريخ موجهة. لا شك أن هذا الإنجاز أو أن هذا التقرير الأممي الذي أعده الدبلوماسيان يعني قدمه إلى فريق خبراء الأمم المتحدة ويؤكد على أن هذه الجماعة الإرهابية ضالعة في هذا العمل الإجرامي. جماعة الحوثي هي ليست أول مرة تقصف، هي تقصف النازحين، تقصف المناطق السرية، تقصف الأعيان المدنية في داخل المحافظات اليمنية وفي المملكة العربية السعودية. هذه الجماعة الإرهابية فاقت ما تقوم به داعش وما تقوم به أنصار الشريعة وما تقوم به القاعدة. لا شك أن هذا التقرير يأتي في وقت حساس للأمم المتحدة وللمجتمع الغربي وخاصة أمريكا على وجه الخصوص، التي تضغط يعني إدارته والأمم المتحدة من خلال مبعوثها على جماعة الحوثي أن تسير في المسار السلمي والقبول بمبادرة السلام التي قدمتها الإدارة الأمريكية وأيدتها المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية. هذا الموقف الآن المعلن لابد يعني يتطلب الآن يعني من المجتمع الدولي أن تتغير لهجته مع هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية. يعني كنا يعني في الأيام الماضية نحن نعرف أن المجتمع الغربي وخاصة أمريكا يطمحون أو يحاولون أن يدفعوا بهذه الجماعة إلى العمل السياسي العمل السلمي، لكن جماعة الحوثي لم تزداد إلا نفورا وزادت حشدا وقصفا للمواطنين وللتجمعات السكانية. نحن نشهد في يعني خلال يعني الشهر المنصرم أكثر من 20 صاروخ باليستي أطلقتها على مدينة مأرب وخاصة على مخيمات النازحين. هذه الجماعة الإرهابية تطلق يعني الصواريخ والطائرات المنفجرة على الآمنين والسكان في محافظة تعز وفي محافظة الجو. لابد من بعد هذا التقرير أن يكون هناك موقف دولي للأمم المتحدة وللدول الغربية. لا يبدو على الإخوة يعني على اللجان أو على الفريق الذي يفاوض الآن في مسقط، يجب أن تتغير تعاملهم مع هذه الجماعة. نحن حذرنا أن هذه الجماعة لا تعيش إلا على القتل، لا تعيش إلا على الدمار، والحقائق والمعطيات تثبت ذلك.
نعم دكتور محمد، يعني أخذ هذا الفريق الأممي ربما شهور حتى خرج بهذه الإدانة، بينما الفريق المشكل من رئيس الجمهورية خرج خلال أيام. يعني ما برأيك ما يعني حجم الجهود التي بذلها الفريق الأممي حتى حصل على هذه النتائج وأعلنها وحمل الحوثيين هذه يعني المسؤولية، وما أهمية هذا التقرير؟ لا شك أن صدور قرار يعني تابع للخبراء الأمميين يعني سيعطي للقضية يعني حجمها الكبير، ويشكل يعني من الصعوبة أن تتنصل جماعة الحوثي التي أعلنت يعني فور وقوع الجريمة أنها لا تقف وراها، وبينما كانت أصابع الاتهام تؤكد أن هذه الجماعة هي من تقف وراء هذا الاتهام. فبعد صدور القرار هذا القرار الأممي من الخبراء المتخصصين وقد بذلوا لا شك جهود كبيرة من خلال الفحص، من خلال المعاينة، من خلال استقراء على أرض الواقع، أكدت أن هذه الجماعة هي من تقف وراء هذا العمل الإجرامي الإرهابي. استهداف الأعيان المدنية، المطارات، المدارس، التجمعات السكانية، لا شك أنها أعمال يعني تصل إلى يعني جريمة حرب. يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقف وقفة جادة ومسؤولة لمحاسبة هذه الجماعة، وألا يعطي لها يعني هدايا مجانية، وألا يقدموا لها يعني بعض التنازلات التي لن تزيد هذه الجماعة إلا نفورا وإصرارا على إراقة الدماء وقتل الأبرياء. لا شك أن هذا التقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية ومن خبراء تابعين لها، لا شك أنه سيكون له يعني في قادم الأيام تحولا، نأمل ذلك أن يكون تحولا في تعامل المجتمع الدولي ومنظماته مع هذه الجماعة الإرهابية. ونتمنى أيضا على الحكومة اليمنية من خلال الدبلوماسية السياسية أن تستثمر هذا الحدث وهذا التقرير، وأن تبين للمجتمع الدولي مدى الإجرام ومدى الجرم التي ترتكبه هذه الميليشيات في نعم. قتل المدنيين الآمنين. نعم دكتور محمد، فيما يتعلق بدور الحكومة، يعني منذ أن أعلنت الحكومة مسؤولية الحوثيين عن هذه الجريمة ويعني أدانهم وزير الداخلية بعد والفريق الخبراء الذين شكلهم رئيس الجمهورية أدانهم إدانة مباشرة، يأتي السؤال عن دور الحكومة. لماذا حتى الآن الحكومة الشرعية لم تقدم هذه الجريمة للمحاكمة عن طريق النائب العام، ولماذا لا يتم استدعاء هذه الأدلة والشروع أيضا في يعني مناقشتها والحكم عليها قضائيا، لأنها جريمة أدت إلى جريمة حرب وأدت إلى استشهاد الكثير؟ أتفق معك، يجب على يعني الجهات المعنية في الحكومة أن تباشر في يعني في يعني اللجنة المكلفة بتحقيق في مسار هذه العملية، يجب أن ترفع تقريرها وأن تعلن للناس بشفافية وبوضوح، وأيضا أن يحال إلى الجهات القضائية. لابد على النائب العام أن يباشر خطوات محاكمة هذه الجماعة وأن تحاكم قضائيا من خلال القضاء المحلي، ثم بعد ذلك أن يرفع إلى المحاكم الدولية. يجب أن تحاكم هذه الجماعة، يجب أن تتابع أفرادها في جميع الدول سواء كانت العربية أو الغربية، وليس يعني ليست القضية محصورة بأيام محددة. فمعركتنا مع هذه الجماعة هي معركة يعني مستمرة ومعركة مصيرية، يجب أن تتابع قضائيا، يجب أن تكون هناك خطوات سياسية إزاء هذا العمل الإجرامي الإرهابي. ما يجري الآن من قصف النازحين، ما يجري الآن من قصف الأعيان في داخل مأرب أو تعز، يعني هي كلها جرائم إنسانية ترقى إلى جرائم حرب. هذه الجماعة خلال هذه 6 سنوات قتلت أكثر من 100,000 يمني وشردت يعني الملايين من الناس. يجب على القضاء أن يباشر أعماله وأن يجرم هذه الجماعات وأن يحكم على 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 قادتها بما يستحقونهم من العقابات، وأن تتحول ذلك عن طريق الانتربول لملاحقتهم كونها جماعة إرهابية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتفاعل وأن يأخذ الأمر بجدية، لكن قبل ذلك نحن نتمنى أيضا على السلك الدبلوماسي اليمني في مختلف دول العالم أن ينشط وأن يتحرك وأن يبين للناس حجم هذه الجرائم الإرهابية، وأن يمضي في القضاء الدولي مصاحبة لإجراءات القضاء المحلي. نعم، نقل الملف دوليا بالإضافة إلى المحاكمة الداخلية،
ما إمكانيته؟ إلى أي مدى هذا الأمر ممكنا وتتولاه الجهات الحقوقية أم الحكومة الشرعية؟ ويعني سؤال دائما ما يتكرر، لماذا لم تشرع الحكومة في مثل هذه الخطوات حتى الآن؟ أنا ذكرتك، أنا أتفق معك أنه يجب على الحكومة الآن أن تحرك جميع مؤسساتها، سواء كانت المؤسسات الدبلوماسية أو المؤسسات الحقوقية أو المؤسسات القضائية. جميع القضايا التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال 6 سنوات ويعني ومن ضمنها استهداف الحكومة في مطار عدن، يجب أن تحال جميع هذه القضايا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يقول كلمته. يجب أن تردع هذه الميليشيات قضائيا، لأنه أيضا يعني لحاجة لا نتصور أن نطالب المجتمع الدولي أو نطالب المحاكم الدولية أو نطالب المنظمات أن تصدر أحكامها وأن تجرم هذه الجماعة. وفي الوقت ذاته الحكومة حتى الآن لم تجرم هذه الحكومة ولم تتخذ قرار باعتبارها جماعة إرهابية. يجب على الحكومة أن تنشط في هذا. نحن نشكو الآن من ضعف الجانب الدبلوماسي وأيضا الجانب الحقوقي والجانب القضائي، ولذلك أتمنى على الحكومة أن تستفيد من هذا التقرير لتقرير الأممي، وأن تتواصل مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة، مع محكمة العدل الدولية، وأن تباشر بفتح الملفات التي تدين هذه الجماعة الإرهابية وتلاحقها قضائيا. من ناحية التوقيت دكتور محمد قيزان، من ناحية توقيت يعني هذه الإدانة الأممية من الفريق الأممي للحوثيين، جاء في وقت يجلس الحوثيين مع أطراف في مسقط لمناقشة بنود المبادرة السعودية التي تقدمت بها المملكة مؤخرا. هل سيكون لهذا انعكاس مثلا سواء من ناحية الضغط على هذه الميليشيات الحوثية من خلال هذه الجرائم، أم أيضا أنه ملاحقة هذه الجماعة في الوقت التي تذهب فيها نحو مشاورات يعني يبدو تصعيدا من نوع ما؟ أنا أرى أن جميع المسارات يجب أن تمشي متزامنة مع بعض. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. جميع الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في حق اليمنيين جميعا، سواء بحق الحكومة أو بحق المواطنين، يجب أن تحال إلى القضاء المحلي أولا، ثم أن يرفع بعدين إلى القضاء الدولي، وأن تمضي في جميع المسارات. يعني المسار العسكري يجب أن يمضي، والمسار السياسي مع المجتمع الدولي يمضي فيه. يجب أن تسير جميعها في خطوط متوازنة. هذه الجماعات ارتكبت من الجرائم ما يفوقه الخيال. ارتكبت يعني من القتل، من التشريد، من التدمير، من يعني إصدارها بالأحكام. يعني الآن تحاكم الآن مجموعة من الناشطين وأصدرت أحكام على مجموعة من الصحفيين. يجب أن الحكومة أن تفعل هذا الجانب. لا أعتقد أنها ستؤثر على المحادثات الجارية الآن ما بين الأمم المتحدة وما بين المبعوث الأمريكي وجماعة الحوثي، بينما حتى يعني المشاورات حتى اليوم قد أعلنت أنها شبه انتهت، وسلطنة عمان كما نعرف أصدرت بيان أنها ما زالت مستمرة مع الأمم المتحدة ومع المبعوث الأمريكي والسعودية للتوصل كما تأمل لاتفاق سلام. لكن نحن على ثقة أن جماعة الحوثي لن تدع للسلام ولن تقبل بالسلام ما لم تهزم عسكريا، ما لم يكن هناك ضغطا حقيقيا من قبل المجتمع الدولي لرفعها عن هذه الجرائم. نعم، عدم الردع الدولي الذي أشرت إليه، ويعني طبعا الردع الحاصل لهذه الميليشيات هو ما يجري من قبل الجيش الوطني في الميدان، وهذا مصدر فخر لكل اليمنيين. لكن عدم الرد الحقيقي على هذه الجرائم واستمرار يجعل الميليشيات الحوثية تستمر فيها، وهي مستمرة منذ يعني وجدت على أرض اليمن. ماذا بالنسبة لما يجري في استهداف مخيمات النازحين في مأرب؟ هذه مخيمات بعيدة عن خطوط النار، بعيدة عن الاشتباكات، لكن الميليشيات الحوثية تتعمد استهدافها عن بعد من خلال صواريخ الكاتيوشا أو أيضا المدفعية، وأجبرتهم على النزوح، أجبرت بعض الأسر على النزوح الثاني. ما رأيك بالتعامل الدولي مع مثل هذه الجرائم وكذلك دور المنظمات؟ حقيقة أخي الكريم، يعني الوضع الإنساني الآن في مأرب وفي تعز وفي مختلف المحافظات التي تشهد اعتداءات من جماعة الحوثي هو وضع الآن وضع كارثي. كما ذكرت أنت، جماعة الآن هذه المحافظات الآن تشهد موجات نزوح جديدة
لمئات الأسر في من المخيمات في مأرب. تابعنا أمس واليوم يعني قصف ميليشيات الحوثي استمرارها في قصف بالصواريخ البالستية، وشهد مخيم الميل ومخيم الخير ومخيم تواصل بمحافظة مأرب شهد يعني نزوح كبير من هذه الأسر إلى مخيمات جديدة وإلى داخل المدينة. استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمخيمة النازحين أدت إلى إصابة العشرات من النساء والأطفال بجروح متفاوتة. نحن نعرف أن مأرب يعني فيها من النازحين أكثر من 2.5 مليون يعني نزحوا من المناطق التي تحتل هذه جماعة الحوثي، ولم تسلم حتى الآن وهي في المخيمات، بل طالتها الآن الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا، قاذفات الكاتيوشا وصواريخ البالستية، مما شكلت أزمة حقيقية الآن. يجب على المجتمع الدولي الآن وعلى الأمم المتحدة وعلى الدول الغربية وعلى المنظمات، يجب هم مطالبين الآن بالقيام بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية لوقف هذه الهجمات. الحوثي الآن يردد الآن أنه يريد أن يفصل المسار السياسي عن المسار العسكري عن المسار الإنساني، ويتغنى الآن أو يتحدث أنه يعاني من حصار إنساني، بينما هو يستهدف المدنيين، يستهدف الملايين من الناس سواء كانوا في مأرب أو في تعز. ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن تكون له وقفات، وخاصة بعد استهداف النازحين. لماذا أوقفت عمليات يعني الجيش أو القوات المشتركة للدخول إلى محافظة الحديدة تحت مزاعم الجانب الإنساني؟ أليس في مأرب الآن ما يقارب 3 مليون يمني؟ أليس أحق الآن أن يتداعى الدول المجتمع الدولي ومنظماته للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية؟ لا شك أن هناك قصور جدا. نحن نتمنى ونحن نطالب يعني الحكومة أن تقوم بدورها من خلال تفعيل وسائلها سواء كان المؤسسات الإعلامية أو الدبلوماسية أو الحقوقية، والتعريف بهذه الجرائم، وأيضا المخاطبة المجتمع الدولي للوصول إلى حل لوقف هذه الهجمات الإرهابية. نعم، فيما يتعلق دكتور محمد بدور الفرق والخبراء الذين يشتغلون على القضايا اليمنية، يعني هذا الفريق الذي حقق فيما يتعلق بجريمة استهداف مطار عدن، يعني قدم أدلة وأدان الميليشيات الحوثية بشكل مباشر بما يتوافق مع ما قدمته الحكومة الشرعية وأعلنت. بالمقابل كان هناك تقرير فريق الخبراء السابق الأخير، والذي يعني وجه أصابع اتهام للحكومة الشرعية بغسيل أموال. اليوم أو قبل أيام قلائل أعلن هذا الفريق أن هذه الإدانة لم تكن صحيحة وكانت خاطئة، مما سماه كثير من الناشطين ووصفه بأنه فضيحة أممية لمثل هذه التقارير، وبعد ذلك قام بمحاسبة بعض الأعضاء الذين تورطوا في هذا الأمر. ما تعليقك على هذه النقطة؟ حقيقة نحن من البداية ونحن نتحدث أن هناك تواطؤ من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن متواطئة مع الحوثي، وتسهل لهذه الميليشيات يعني الوصول على المساعدة المتاجرة بها في السوق السوداء. نحن يعني تحدثنا مرارا عن أن هناك تواطؤ من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة من خلال التضليل ورفعها للتقارير. بعض هذه المنظمات يعني أصبحت المعونات التي تسلم لها تصرفها في إطار موازنة تشغيلية ولا يصل للمواطن إلى الفتات. بعض هذه المنظمات للأسف أصبحت آلة بيد الميليشيات الحوثية، ولذلك كثير من التقارير ترفعها سواء كانت عن الجانب الإنساني أو الجانب الحقوقي أو الجانب العسكري أو الجانب الصحي، بعض التقارير يعني التقارير غير صحيحة. وما حصل من فضيحة بالنسبة للتقرير الأممي الذي يعني للأسف الشديد أضر بسمعة اليمن، أضر بسمعة البنك المركزي، أضر بسمعة الحكومة، وجعل الكثير يعني يستغلوا يعني جماعة الميليشيات وغيرها يجدون مادة خصبة لتشويه الحكومة. هذه الفضيحة التي حصلت يجب أن الأمم المتحدة ألا تكتفي بحذفها من تقريرها، وألا تكتفي بتغيير الشخص أو رئيس اللجنة، بل يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف، يجب أن يكون هناك تعويض للحكومة اليمنية، يجب أن تعاد يعني الأمم المتحدة يجب أن تعيد يعني النظر في جميع اللجان والمنظمات التي تحمل تحت سقفها. فحقيقة هذه الفضيحة يعني شكلت يعني نقطة سوداء في سمعة الأمم المتحدة ومنظمتها. الحكومة اليمنية أو الخارجية اليمنية يعني شكرت اللجنة التي راجعت هذا القرار وحدثت التقرير اللي هو 2020، و
يعني لا شك أن هذا يعني نقلة يعتبر نحن نعتبره نقلة إيجابية، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تضررت الحكومة، تضررت سمعة البنك المركزي، حاول الإعلام الحوثي والإعلام الموالي لإيران أن يشوه الحكومة الشرعية. يجب أن تكون هناك خطوات عملية لتفادي مثل هذه الأخطاء الفادحة وألا تتكرر مستقبلا. دكتور محمد قيزان، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام، نعود ونكمل حلقتنا ونقاشنا مع الدكتور محمد قيزان حول الاستهداف، استهداف مطار عدن، إدانة أممية تؤكد الإرهاب الحوثي. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام حول استهداف مطار عدن والإدانة الأممية الأخيرة التي تؤكد الإرهاب الحوثي ومسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية. أكرر ترحيبي بك دكتور محمد قيزان. بالنسبة للرد على مثل هذه الجرائم، خير من يرد على هذه الجرائم اليوم والذي يمثل الشعب اليمني هو الجيش الوطني في الميدان، فهو الوحيد اليوم الذي يتخاطب مع الميليشيات الحوثية باللغة التي تفهمها، ولذلك هذه الجريمة التي استهدفت الحكومة الشرعية في عدن يرد عليها الجيش الوطني مع عناصر هذه الميليشيات في الميدان. السؤال هنا، ما الدور الرسمي الذي يجب على الحكومة وأيضا جميع ممثلي الدولة لعبه تجاه الجيش الوطني ودعمه في هذه المعركة؟ لا شك أن يعني الأمل بعد الله عز وجل هو على الجيش الوطني، هو من بيده يعني وقف هذه العنجهية وهذه الأعمال الوحشية والإجرامية لهذه الميليشيات الإرهابية، هو معول بعد الله عز وجل كما قلنا على الجيش الوطني. الجيش الوطني ما يعني حتى الآن يقوم بجهود كبيرة جدا من خلال يعني هزيمة هذه الميليشيات التي تحاول يعني اقتحام محافظة مأرب أو التي تريد يعني قصف الأمنين والمخيمات. الجيش الوطني الآن في محافظة تعز يحقق نجاحات كبيرة جدا وانتصارات يعني كبيرة جدا. الجيش الوطني في مأرب استطاع باستراتيجية عسكرية أن يستنزف جميع الأنساق والزحوفات الحوثية وأن يهزمها وأن يكسرها، يعني ما لم تستطع جماعة ما حشدته جماعة الحوثي خلال أشهر استطاع الجيش الوطني أن يسحقها يعني خلال الأيام الماضية في جميع جبهات مأرب. واجب الحكومة الآن يعني أن تدعم هذا الجيش، أن تقوي من وتعزز من صموده من خلال أولا يعني أن توفر لهذا الجيش السلاح النوعي الذي يعينه على الصمود ويمكنه من التقدم بدلا من الدفاع. مطلوب من الحكومة الآن أن تصرف مرتبات الجيش الوطني من العار ومن العيب أن يستمر الجيش الوطني لأشهر بدون مرتبات. الجيش الوطني أو عضو عنصر الجيش الوطني لديه أسرة، لديه أهل، لديه أولاد، عليهم التزامات، ونحن قادمون على شهر فضيل، شهر رمضان. فعلى الحكومة، وقد سمعنا أن هناك تباشير أن الحكومة ستصرف جزءا من المرتبات المتأخرة في ذلك، يجب على الحكومة أن تعزز من صمود هذا الجيش من خلال تفعيل جميع المؤسسات الحكومية وزارة الإعلامية والحقوقية والدبلوماسية. نحن نشعر أن الدور الدبلوماسي يعني غير فاعل بالطريقة التي نطلب منها جميعا. الجيش الوطني بحاجة الآن إلى الحراك الشعبي الداعم له. نحن شاهدنا خلال الأيام الماضية عدد من القوافل من مختلف المحافظات التي تسوق القوافل الغذائية التي تؤكد على أن المواطن اليمني مع جيشه ولن يتخلى عنه. نحن نطالب الجهد الرسمي أن يوازي هذا الجهد الشعبي. نحن نطالب من الحكومة، من مسؤولين، أن يتواجدوا في مأرب، أن يتواجدوا في تعز، لابد أن يزوروا الجبهات، لابد أن يسمعوا لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان ويذللوا مختلف الصعوبات. أما أن نظل نشيد بالجيش الوطني ونحن لا نوفر له أبسط المقومات التي تعينه على الصمود، فلا شك أن هذا يعني ثلمة في حقنا كمسؤولين حكوميين وكأحزاب وقيادة شرعية. نعم،
وكما أن يعني الجيش جيش شرعي ويعني يدافع عن الشرعية، هو أيضا يحمي المواطنين، يحمي اليمنيين ويدافع عن دولتهم أمام هذا التغول الإيراني. وبالتالي كيف تابعت الدعوات النفير خلال المرحلة الماضية ومدى الاستجابة والاحتشاد الشعبي مع هذه الدعوات، وما هو المطلوب في هذه المرحلة أيضا بالذات؟ الناس يا أخي الكريم ملت من الميليشيات، الناس ملت من الشعارات، الناس تريد استقرار، تريد أمن، تريد مرتبات، تريد خدمات. للأسف الشديد الميليشيات لا توفر ذلك. الميليشيات لا زادت يعني من مأساة ومن بؤس هذا يعني من بؤس هذا الشعب الصامد المقاوم. هذا يعني ولذلك هي تريد الخلاص منها، والخلاص بعد الله عز وجل كما قلنا هو في الجيش الوطني. ولذلك تلتف الأصوات المنادية الآن من مختلف الأحزاب، من مختلف القوى، من مختلف التيارات، أن تشكل صفا واحدا، أن ترتص، أن يكون هناك يعني توحد في الصف الجمهوري المقاوم لهذه الميليشيات. ولذلك كما قلت شاهدنا زخما شعبيا كبير من خلال القوافل من محافظة المهرة، من حضرموت، من شبوة، من صنعاء، من ذمار، من مختلف المحافظات التي يعني قدمت قوافل نوعية لهذا الجيش. وأيضا شاهدنا حشود كبيرة من المواطنين الذين تحركوا إلى جبهات القتال. هذا الشعب الصامد، الشعب الأبي الذي يساند جيشه الوطني يجب أن يؤازر رسميا. نحن الآن نريد من الحكومة، وأنا أحد المسؤولين، نحن نؤكد على الحكومة يجب أن يكون موقفها موازي ومشرف للموقف الشعبي والموقف الوطني الذي تتداعله الجميع من خلال دعم هذا الجيش الوطني. نحن نطالب كما قلت بوحدة الصف الجمهوري والالتفاف يعني حول الشرعية والجيش، وخلق أجواء واحد توحد الموقف الفعلي في صفوف القوى المناهضة للتمرد العذي سياسيا وإعلاميا وميدانيا. هناك مبادرات نشاهدها عبر وسائل الإعلام من خلال توحد عدد من القنوات، من خلال الحملات الإلكترونية. هذه عمل مبارك وعمل طيب نؤيده، لكن المطلوب الآن الفعل الرسمي. هذا هو الذي ما زال حتى الآن هناك يعني ثلمة، وهناك قصور، وهناك ضعف. يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها لدعم هذا الجيش لتحقيق الانتصار. جماعة الحوثي ليست بالقوة التي تصورنا، نحن نعرف أنها في أضعف حلقاتها، هي لا تعيش إلا على خلافاتنا وعلى تفرقنا. الجيش إذا وفرت له الإمكانات قادر بعد الله عز وجل، بعد عون الله عز وجل، أن يحقق الانتصار وأن يغير المعادلة وأن يفرض واقعا استراتيجيا في مسرح العمليات العسكرية. الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام، أشكرك جزيل الشكر لكل هذا الإثراء الذي أتحفتنا به في حلقة هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سعيدنا بك، وشكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا مرة ثالثة دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكركم في الختام على حسن المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء. We'll be right back.